عندما يصبح النجاح جريمة والاحتراف جنحة حتى وإن كنت تصنع موهبتك بأقدامك، فإن اللغة التي تتكلم بها ستصبح معياراً يستعمله الفاشلون والحاسدون لقول أنك ضعيف ومحدود، ليس لشيء، فقط لأنك في محيط يمقت النجاح ويحارب من يسعى إليه. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الالتفاف أكثر حول المنتخب الوطني بعد إنجاز مصر وتشجيع المواهب المحلية صاعدة، ها هو هشام بوداوي الذي حقق قفزة نوعية مؤخراً في مشواره الاحترافي بعد ترسيم التحاقه بنادي نيس الفرنسي، يتعرض لمضايقات مرة أخرى جعلته يذرف الدموع. وبحكم تكرر مثل هذه الحوادث، نددت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بهذا التصرف المشين في حق صاحب العشرين سنة، وتزعمت باتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً للحد من مثل هكذا أفعال التي تبقى داخلة عن عالم الساحرة المستديرة وكذا قطاع الإعلام. ومن جهتهم لم يتوانى لاعبو والمنتخب الوطني في إعلان تضامنهم مع زميلهم المعروف بأخلاقه النبيلة التي كانت سبباً في التفاف الجمهور حوله بإطلاق حملة أنا هشام بوداوي. استفزاز هشام بكلمة سوقية لرفضه التصريح، وكم من لاعب يرفض التصريح يومياً كونه حق يكفله القانون، إلا أن بوداوي الذي وفرت له نيس كل شروط النجاح حتى المترجم هو المتهم الأنسب، وتهمته في نظر الفاشل هي النجاح. لا شيء أسوأ من العنصرية في مجال كرة القدم، ولا شيء أبشع كذلك من تحطيم شباب حلم يوما بمداعبة الكرة في بطولات عالمية بأقمصة تحمل أسماء جزائرية. فمتى نتعلم ثقافة التشجيع؟ ومتى يسود الاحترام في لعبة لطالما كانت مسرحا للحب والألفة؟ أم أن إفريقيا ستبقى وفية لتقاليد لطالما شوهت كل ما هو جميل في مجال عرف دوما بإنسانيته؟